السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من دومين قناة كارت المونج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا بجد. في الفيديو ده انا هتكلم عن الخبر الجديد بخصوص بنتين الين فورس ريبوت. تابعوا الفيديو. اللي هو How did بنتين الين فورس ولكن ريبوت. من يوم تقريبا نشر احد المتابعين على تويتر ان هو بيسأل هل في إمكانية عودة بنتين إليان فورس وألتيميت إليان. فرد مخرج الفيلم وقال أيوة، أكيد ان هو هيرجع بعد فيلم بنتين ضد الكون، ولكن قال ان هو يستغرق وقت طويل جدا في بنتين ريبوت وهو صغير، اي ان هو هيقضي معظم الوقت وهو بيصنع بنتين وهو صغير، اللي هو الأجزاء اللي بتتعرض حاليا. لكن فرصة كبيرة جدا ان ممكن يظهر بنتين إليان فورس ولكن ريبوت. بما ان السلسلة بتاعت بنتين ريبوت انتهت بانتهاء فيلم بنتين انكراد الين اكس، شفنا في اخر الفيلم ان بنتين 10 آلاف رجع تاني ولبس الجاكيت بتاع بنتين الين فورس وبدأ يقاتل من جديد. فديت كانت اشارة عن بداية بنتين الين فورس ولكن بشكل مختلف، لان احنا في الوضعية ديت بتاعت الين فورس هتبقى مختلفة عن الين فورس اللي احنا كنا عارفينه لأسباب كتيرة ومش هتكلم عنها في الفيديو ده. فدي كانت برضو علامة تانية لابتداء بنتين إليان فورس. ومن المؤكد نزول أعلان لبنتين إليان فورس ريبوت في نهاية السنة ديت أو بداية سنة 2022، والمسلسل هيبدأ في الخريف. قولولي تحت في التعليقات إيه رأيكم، مين متحمس للسلسلة الجديدة بتاعت بنتين إليان فورس؟ وبس، وبكده يكون انتهى الفيديو. متنساش تدوس زر اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتشوف فيديوهات القديمة، وتدخل على صفحة الفيسبوك وتكتب لي رأيك في التعليقات وتقول لي عايز فيديوهات ايه تاني. وسلام.